طفولة ريفية، صبا عانى من الفقر، شبابا نضرت أيام حريته، عمرا صنع رجلا له من العقل رجاحة ودهاء استعصى فهمها على جيله ففهمتها الأجيال اللاحقة. الرئيس محمد أنور السادات. عظيم المحارب أنت يا سادات في الحرب، وعظيم المفاوض أنت في السلام. 32 عاما مروا على رحيل بطل الحرب والسلام، ومع ذكرى وفاته أهدته ابنته رقية كتابها تخليدا لروحه. أنا لما قررت أنه أعمل له احتفال غير تقليدي في ذكرى 31، ما كنتش أتصور أن ربنا ينعم علي بالتوفيق ده كله وبالحب ده كله لأنور السادات، وده مش خافي على المصريين ولا خافي عليا، أنه أنور السادات في قلوبي. لكن لما اكتشفت أنه هجوم عليه كان بطريقة غير طبيعية وممنهج كمان، هجوم كان ممنهج بطريقة غريبة جدا، فيعني حبيت ان انا اعمل الكتاب عشان تعرفوا شخصية، تغوصوا في شخصية انور السادات. في حاجات معينة كشفت عنها الحقيقة، وما نشوف هيحصل ايه لما في التغيير في الحياة السياسية، دي بتبقى مسؤولية الحكام مش مسؤوليتي ان انا هوجه، مش معقول طبعا. انا كنت سعيد جدا، انا كنت بروح لمدام رايا البيت على مدار يمكن 3 شهور، ان احنا بناخد تفريغات للمذكرات دي والاحداث اللي كانت موجوده فيها. فهي اهم في الموضوع انها ابنه محبه لوالدها، وزي ما قلت هي كانت عباره عن ملحمه حب. الكتاب اللي هي كاتباه مدام رؤية كتاب من اجمل ما يكون، لانها كانت هي تعتبر زي ما بيتقال حاليا الصندوق الاسود للرئيس محمد انور السادات. اخلص واحده، كانت صديقه لابوها اكتر من بنت انور السادات، كانت صديقه له. قصة حياته كلها عن قرب أيام السجون والمعتقلات، وقصة حياته برضو بعد ما مات. وأنا كتير سعيدة إني موجودة بهالمناسبة الخالدة تتزامن مع أعياد حرب أكتوبر المجيد. سيدة رقية يا صديقتي، من لما جيت على مصر أصحاب أنا وياها، وأنا معجبة جدا بأنور السادات، يعني مش لأنه أبا صديقتي، لأنه هو رجل من رجال التاريخ. بعد 40 يوما من رحيل الرئيس أنور السادات، قررت ابنته رقية أن تكتب مذكراتها معه، ليس بصفتها ابنته، لكن بصفتها امرأة تحمل دم رئيس غير العالم. من حفل توقيع كتاب ابنته للسيدة رقية أنور السادات، ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور.